نصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! منتخب مصر للشباب مواليد 2003 حقق الفوز امبارح على المنتخب العماني بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمع الفرقتين في المملكة العربية السعودية ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب واللي انطلقت امبارح وهتستمر لحد يوم 5 أغسطس اللي جاي. في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2022 اللي تم تنظيمه في مدينة الدار البيضاء المغربية، حصل منتخب السنغال على لقب أفضل فريق وطني في القارة الإفريقية. كمان حصل أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال على لقب أفضل مدرب في القارة السمراء، وساديو ماني أفضل لاعب. كمان حصل نادي الوداد المغربي على لقب أفضل نادي في إفريقيا خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2022، وحصل محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي على أفضل لاعب إفريقي داخل قارة إفريقيا 2022. ونروح للمباريات الودية للفرق الأوروبية، وفريق ليفربول الإنجليزي حقق فوز عريض على فريق لايبزيك الألماني بنتيجة 5-0 في مباراة اتلعبت على ملعب ريد بول أرينا في إطار استعدادات الفرقتين للموسم الجديد. ليفربول خلص الشوط الأول من اللقاء وهو متفوق بهدف سجله النجم المصري محمد صلاح بعد 8 دقائق على بداية المباراة، وفي الشوط الثاني نجح المهاجم الأوروغواني داروين نونياز في تسجيل 4 أهداف سوبر هاتريك في مرمى الفريق الألماني. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لمصطفى وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا جمعنا.